لله بحمد من يليق بجلاله، والشكر له تعالى على أنعامه وأفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم في مجتمع غلبت عليه فصاحة اللسان ومعرفة البيان، واستحكمت عليه قوانين قبلية، وسيطرت على مجريات الحياة فيها، فمنهم من آمن به وهم قليل، ومنهم من صد عنه وتكبر، وما كفر به من كفر إلا بعدما استيقن من صحة رسالته، وعرف أصله، وتبينت له حقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام، فعرفوا شرفه، ودرسوا خصاله النبيلة، فكان عندهم هو الصادق الأمين، وكان عندهم هو الكريم ذو النسب الشريف. إذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن فخرت يوماً فإن محمداً هو المصطفى من سرها وصميمها صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كفر به من كفر وأظهر العداوة صناديد قريش، قال له الله تعالى مسلياً: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن إسحاق في تفسير هذه الآية قال: خرج أبو جهل وهو أبو الحكم عمرو بن هشام المخزومي من بني مخزوم، ودع عشيرة من عشائر قريش، يعني بطن من بطون قريش، والأخنس بن شريق وهو سيد بني زهرة، وهذه أيضا من بطون قريش الكبيرة، وأبو حنظلة أبو سفيان صخر بن حرب، وهو سيد بني أمية، ودي بطن من بطون قريش. فالثلاثة ديل سادة لثلاث عشائر من كبار عشائر قريش، خرجوا يستمعون إلى ما يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن بالليل، خلسة من شباب قريش الصغار، حتى لا يعلموا بسماعهم فيفتتنوا في ظنهم. يسمعوا بالليل براهم كده. فلما استمعوا إلى ما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بالليل، حتى إذا برق الفجر جمعت بينهم الطريق، فتعاهدوا ألا يعودوا مرة أخرى، حتى إذا كان من الليلة القادمة جاء كل واحد منهم ظنا منه أن الآخر لن يأتي، فاستمع إلى ما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى جمع بينهم الطريق، فتعاهدوا ثانية ألا يعودوا، حتى إذا كان اليوم الثالث جاءوا جميعا،
فجمع بينهم الطريق فتعاهدوا ألا يعودوا. فإذا أصبح الصبح أخذ الأخنس بن شريق وقد أسلم بعد ذلك، كان مشرك الوقت ذاك، أخذ عصاه ثم انطلق إلى دار أبي سفيان ابن حرب، فطرق عليه الباب قال يا أبا حنظلة ما تقول فيما يقول محمد؟ فقال له أبو سفيان وهو من عقلاء العرب ومن أذكياء جزيرة العرب، قال له لقد سمعت منه أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت منه أشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها. قال والذي حلفت به، لأنه حلفته بالله، قال والذي حلفت به أنا كذلك. ثم انطلق فأتى أبا الحكم ابن هشام، وذل لقب النبي صلى الله عليه وسلم أو كناه بأبي جهل، أبو جهل دي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى بأبي الحكم. قال يا أبا الحكم ما تقول فيما يقول محمد؟ فقال له يا أبا ثعلبة، للأخنس بن شريق، قال يا أبا ثعلبة والله لقد تنافسنا نحن وبنو هاشم الشرف، لاحظ لسبب العداوة، قال تنافسنا نحن وبنو هاشم الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، قال حتى إذا كنا كفرسي رهان، يعني زي الفرسين المتسابقين وخلاص اتقاربوا لموضع الرهان، قال وتجاسينا على الركب، يعني اشتد بيننا التنافس، قال فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء وأنا نجد لهم هذا، ده نلقاهم نحن وين؟ سقاية الماء للحجاج سقيناه، إطعام الطعام لضيوف مكة أكرمناهم، وأقرينا الضيف، أي حاجة عملناها، ونافسنا بني هاشم، وبنو هاشم دي البطن اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو مخزوم دي الناس أبو جهل من بني عبد شمس. قال فأنا لنا هذه، نجيب له النبي من وين؟ قال عداوته ما بقينا، قال له والله ما كذب محمد قط. شوف بالله زول مجرم كيف، قال ما كذب محمد قط فيما يقول، عشان كده ربنا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي هذا أيها المسلمون الكرام أن البحث عن الشرف وتتبع دين الآباء والبحث عن ما يقيم القبيلة والانتصار إلى القبيلة كان سبباً في إهلاك كثير من العرب في الدنيا والآخرة. أعمل حسابك، لا تعتز بأنك من بني فلان وقبيلتك الفلانية وأهلك أسياد الشرف والعلم، ونحن أهل البلد يقول لك والبلد دي حقتنا، والجو من برا دي المقطعين والجو من برا، والبلد دي حقتنا نحن إلى آخره، من صفات الجاهلية وأخلاق العصبية المقيتة التي
لولا أن الله سبحانه وتعالى أدركنا بعطفه ورحمته لمزقت هذه البلاد. ناس كثيرة ما بتقبل الحق لأن اللي جابوه ده بيعتبروه من قبيلة دنيا بالنسبة لهم، وقبيلتهم هم عظيمة وديك حقيرة. ده السبب الذي أهلك أبو جهل. سبحان الله، الاثنين ديل اللي معاه في القصة أسلموا الاثنين، لكن أبو جهل لما كان عنده الاعتزاز بشرف أهله والانتصار إلى قومه من بني مخزوم على حساب الحق الذي يعلمه الذي يعرفه، كان هذا سببا في ضياعه وضياع من وراءه ممن انتصر له من بني مخزوم ومن غيرهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في القصة أيضا أيها المسلمون عظمة هذا القرآن. العرب هم أهل البلاغة والفصاحة، ولكن أعجزهم الله تعالى بهذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لأن ناس أبو جهل ناس أهل فصاحة، لكن بيد يستمعوا لهذا القرآن. ولذلك قال القحطاني رحمه الله تعالى: من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بصورة أو آية، فإذا رأى النظمين يختلفان فلينفرد، فإذا تناقض نظمه فليقر بأنه تنزيل من سماه في أم الكتاب مثاني، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. هذا القرآن أعجز العرب، وهذا الإعجاز أيها المسلمون باق حتى اليوم. الملاحدة والناس المكذبين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم من العلمانيين والشيوعيين والكفرة جميعهم الذين يكذبون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقول لهم: التحدي الذي بيننا وبينكم قائم، هذا القرآن تجيبوا زيه من اللي بيقدر. فإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. يا أخي أعجزهم كلهم، والآن هم في حيرة لحد يومنا، لحد اليوم العلينا. يا أخوانا 14 قرن من الزمان كتاب واحد يعجز جميع البشرية، زول واحد ما قادر يجيب صورة زي القرآن ولا آية. أيضا في هذه القصة أن العرب مع إشراكهم وكفرهم بالله كانت عندهم قيم وكان عندهم خلق مع شركهم ده. الخلق اللي بنفذه نحن الليله في مجتمع اسمه مجتمع مسلم. انصف النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا ما كذاب. حتى الوليد بن المغيره او ابو الوليد، وهو عتبه ابن ربيعه ابن عبد شمس، ده كان بيلقب نفسه الوحيد لأنه بيعتبر نفسه هو أعلم العرب. لما قالوا له: أسمع القرآن من محمد وتعال قل لنا فيه كلام، يعني أنسف لنا القرآن ده.
مشى سمع جا راجع قال لهم والله إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمخبر وما هو بقول البشر. قالوا إذن صبأ أبو الوليد، أنت ارتديت ولا شنو؟ قال لهم ما صبأت. قال لهم إذن ماذا نقول؟ قال قولوا إنه سحر، لأنه ما داري يقول لك كلمة ما واقعية في اعتباره هو. قال لهم قولوا إنه سحر، لأنه السحر بيسحر القلوب. عشان كده ربنا قال عنه ففكر ثم قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. لما أعجزهم هذا القرآن كانت عندهم صفات من الإنصاف، قالوا ما كذب محمد قد، وهم عارفين إنه ما كاذب. ولهذا قال أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيحكموا فيما بينهم في وضع الحجر الأسود، حكموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الوقت ذاك مشركين وقبل الرسالة، قال ومن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول حذبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصيل. قال لهم كلمات وهو مشرك معهم، قال لهم أنتم عارفين أنه مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن شنو اللي حملهم أنه يتركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم الواضح ويتابعوا دين الآباء؟ حملتهم عصبية القبيلة، عصبية القبيلة. لولا أن أجيء بسبة، يعني خايف الناس يقولوا أنا لما آمنت بمحمد سببت آبائي الكبار، لأنهم بيعتبروا إنه من آمن بمحمد إذن سفه الآباء الكبار إنه كانوا على ضلالة وكانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الأنداد والآلهة الباطلة، إذن سفه الآباء والأجداد، ده السبب اللي منعهم. ولهذا يا أخواننا الفائدة الكبرى التي نخرج بها من هذه الخطبة أن الإنسان ينتصر للحق ولو كان ضد القبيلة ولو كان ضد العشيرة ولو كان ضد أبيك أو أباك وأمك، تنتصر للحق وتقول بالحق ولا تجامل في الحق أحدا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والبر والرشاد، إنه جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.